نبدأ معاكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تفقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ. أيضا سيادة الرئيس أكد أن نصر أكتوبر المجيد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. كمان يا جمانة، السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أكدت أن نصر أكتوبر هو معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية. من بين أيضا الأخبار اللي حدثت بالأمس، دولة رئيس الوزراء تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وأجرى الرئيس حوار بالفيديو كونفرنس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة واطمأن على فاعلية وجاهزية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن. وأعرب الرئيس عن سعادته بالاطمئنان على جاهزية الشبكة لإدارة أي أزمة، مؤكداً أن المسؤول عن الغرفة قادر على إدارة الأزمة خلال 24 ساعة. امبارح تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد اللي بيعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيى الوطن. كل عام وأنتم بخير. أيضاً امبارح تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة لشعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد اللي بيمثل لحظة تاريخية لا تنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية. وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام وأنتم بخير. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وده من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالتوسع في مصادر وقنوات تلقي الشكاوى والاستغاثات ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها. امبارح تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج. وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 3328 نزيل. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. ماذا حدث في محافظات مصر من أخبار بتهم حضراتكم؟ معنا في الحقيقة مجموعة من الأخبار، يمكن أهمها زي ما احنا عارفين خلال الفترة اللي فاتت كان في سيول ضربت يعني محافظة مطروح، فبالأمس تم فتح الطريق الدولي كاملا بعد رفع مياه السيول بمطروح، وكمان تم افتتاح 20 عمارة سكنية في مدينة العريش. كمان بدأ تنفيذ 117 بئر مياه بسوهاج ضمن حياة كريمة، و 138 رحلة طيران سياحية توصل مرسى علم خلال الأسبوع الحالي. أخبار أخرى من محافظات تانية خلينا نعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن مدينة مرسى مطروح أعلنت فتح الطريق الدولي بشكل كامل بعد رفع مياه الأمطار والسيول في مدخل المدينة بمنطقة الكيلو 4، وتم سحب مياه الأمطار اللي أدت لفتح الطرق لمداخل العمارات وانحسار المياه جانبي الطريق بكميات قليلة، وبيتم رفع تراكمات وتجمعات الأمطار
اللي سببتها حالة الطقس والسيول. محافظة شمال سيناء افتتحت 20 عمارة سكنية في مدينة العريش، وده في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، خصوصاً وإن قطاع الإسكان بيشهد طفرة تنموية في محافظة شمال سيناء، وتم إنشاء 3 مدن جديدة هي مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام شرق مدينة بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة، فضلاً عن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمنازل البدوية اللي تم إنشائها في مدن وقرى المحافظة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج أعلنت بدء تنفيذ 117 بير مية ارتوازي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمراكز طما وسقلتا والمراغة والبلينة والمنشأة وجرجة ودار السلام، والهدف منها زيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين في كل الأوقات وللقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة في أوقات الذروة. مطار مرسى علم الدولي في محافظة البحر الأحمر هيستقبل بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية هتوصل من عدة دول مختلفة وعلى متنها آلاف السياح. الهيئة العامة للتأمين الصحي في كفر الشيخ بدأت تطوير منظومة المحولات الكهربائية بالفرع، وتم إدخال المحول الجديد لتغذية مستشفى العبور كهربائياً، وجاري حالياً تطوير منظومة المحولات وتغيير الخطوط القديمة لخطوط جديدة لتعزيز شبكة الكهرباء بالهيئة داخل المحافظة. مديرية الثقافة بمحافظة بني سويف هتنظم مجموعة من الفعاليات على مستوى قصور وبيوت الثقافة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وهتتضمن محاضرات وورش عمل للرسم والفنون وفقرات فنية وغنائية وإنشاد وغيرها من الفعاليات اللي هيتم عقدها على مدار 5 أيام.